أدلى معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بصوته في الانتخابات النيابية لعام 2018 في سفارة البحرين بالعاصمة الصينية بكين أثر الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى جمهورية الصين الشعبية. وأعرب معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة عن اعتزازه بأداء الواجب الوطني والإدلاء بصوته في الانتخابات النيابية باعتبارها استحقاقا وطنيا وديمقراطيا يستلهم مقاومته من مضامين المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله. وكان معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة التقى الدكتور أنور العبدالله سفير مملكة البحرين لدى جمهورية الصين الشعبية وأركان السفارة وأشاد بجهودهما المخلصة في إنجاز الترتيبات اللازمة لإنجاح عملية الاقتراع للانتخابات واستقبال أبناء الجالية البحرينية في الصين للإدلاء بأصواتهم بكل يسر وانسيابية بما يسهم في إنجاح الاستحقاق الوطني الكبير.